في اليوم ده 2 يناير سنة 1492 انتهى الحكم العربي في أسبانيا بسقوط غرناطة. وفي اليوم ده سنة 1929 اتفقت كندا والولايات المتحدة على حماية شلالات نياجرا. وفي نفس اليوم ده سنة 1942 سقطت العاصمة الفلبينية مانيلا في يد القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية. وكمان في اليوم ده سنة 1947 بدأ الزعيم غاندي مسيرة من أجل السلام عقب ظهور بوادر حرب أهلية بين الهندوس والمسلمين في الهند. وأخيرا في اليوم ده سنة 2007 تسلم بان كيمون مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة خلفا لكوفي عنان.